طيب نروح للحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر، ونشروا موضوع وتقرير بالمناسبة مهم جدا، لأن احنا محتاجين يعني ايه نوضح شوية تفاصيل متعلقة بالفترة اللي احنا فيها. احنا في شهر مارس والموسم لن ينتهي، الموسم الإفريقي قبل نص سبعة، والموسم المحلي طبقا للمعلومات مش قبل يوم 30/9. لكن السؤال اللي طرحه اليوم السابع، هل يجدد الأهلي مفاوضات ضم سيرينو لاعب سان داونز في الصيف المقبل؟ طبعا هو السؤال الطرح من خلال إجابة لمسؤولي النادي الأهلي وتحديدا الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات، وقال فيه نفى أو نفيا قاطعا فكرة أن يكون في تفاوض في الفترة الحالية على انضمام جاستن سيرينو اللاعب الأوروغوياني في سان داونز لصفوف الأهلي، وقال هذا الملف أغلق تماما بعد المفاوضات التي أجريت خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي. وقال الكابتن أمير توفيق إن سيرينو كان أحد أبرز اللاعبين اللي كان فيه اهتمام كبير جدا من الجهاز الفني ولجنة التخطيط لضم اللاعب خلال الفترة القادمة، لكن المغالاة المالية طبعا منعت هذا الانتقال وتم غلق الملف بالكامل. وأنا عايز أكد على هذا الكلام وأقول لكم إن في الفترة الحالية مفيش فيه أي مفاوضات مع أي لاعب سواء محلي أو إفريقي في الفترة الحالية، لأن الجهاز الفني في خلال هذه الفترة لم يحدد احتياجاته للموسم القادم، لأن الموسم أساسا لم ينتهي وما زال متبقي فيه ما يقرب من حوالي من 5 إلى 7 أشهر. محدش عارف بكرة ممكن يحصل فيه إيه، محدش عارف المباراة الجاية ممكن تكشف لك أنت محتاج في مركز إيه، ومركز أنت ممكن كنت بتعاني منه المباريات القادمة تثبت لك أن المركز ده لا في وفرة وفي جاهزية لعدد من اللعيبة. دايما كرة القدم بيبقى فيها مفاجآت وفيها متغيرات، فالطبيعي الاجتماعات اللي بتتم حاليا بتتم عشان مناقشة الموسم القادم، لكن ما بيكونش فيه إجابات قاطعة على مفاوضات ممكن تجرى من دلوقتي عشان تنتهي بعد 7 شهور أو 8 شهور. النادي ممكن يبحث وممكن يشوف سير ذاتية وممكن يشوف احتياجاته الفترة الجاية، ولكن فكرة الدخول في مفاوضات مباشرة وإنهاء صفقة من دلوقتي وانت لسه الموسم متبقى عليه، الموسم الإفريقي مش قبل 5 شهور والموسم المحلي مش قبل 8 شهور، محدش عارف، محدش عارف الموسم اللي جاي اصلا القائمه المحليه بقى ايه ظروفها، القائمه الافريقيه بعد ما كانت 40 لاعب ممكن ترجع تبقى 30 ولا لا، في تفاصيل صغيره ما بين السطور الناس ممكن ما بتاخدش بالها منها، لكن دايما بتهتم ان هي تعمل فرقعه. فتقول لك الاهلي انهى ضم لاعب افريقي، الاهلي بيفكر في اعاره بواليا، الاهلي بيفكر في ضم مهاجم سيمبا التنزاني، وبيتقال ارقام كلها ارقام خياليه بعيد عن الواقع. يعني مثلا مهاجم سيمبا اتقال لك ممكن مثلا الاهلي يضم هذا اللاعب بـ1,000,000 دولار، وهو أصلاً اللاعب قيمته في سيمبا التنزاني بياخد 10,000 دولار شهرياً، ودي أعلى قيمة في سيمبا، يعني في السنة بالكامل بياخد مثلاً ما يقرب من 240,000 دولار. لكن دايماً بيبقى فيه شغل للوكلاء وفيه شغل في الفترة الحالية عشان تسويق عدد من اللعيبة الفترة الجاية، لكن الفترة الحالية مفيش أي مفاوضات مع أي لاعب من سان داونز، وكل نادي بيفكر في المرحلة الجاية. سان داونز عنده مشوار إفريقي، الأهلي عنده مشوار إفريقي، وبعد نهاية الموسم وبعد نهاية المشوار تبدأ تشوف احتياجاتك الفترة الجاية وتشوف الثغرات اللي ممكن انت